البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله حكيم. مساء الخير عن جديد، حلقة جديدة من دوز ابتدت لليوم. اليوم رح نحكي عن البلوغ الطبيعي والمبكر والمتأخر، بالإضافة إنه حيكون لنا حديث مطول وكتير واسع عن المضادات الحيوية يلي الكتار مننا بيستخدموها بحال واجهوا أي عرض صحي ما. تماماً دكتورة فرح، مضاد الحيوية اللي البعض بيعتبروا الرفيق الأساسي بأي مرض، وأكيد رح نحكي عن الطبيب المختص عن تمزق غضروف الركبة بين الأسباب وآلية العلاج، وطبعاً أكيد في معاينة تغذوية أو حتى معاينة طبية من الدكتورة فرح بهالحلقة. بالإضافة أكيد أنا بدي أحكي عن الكولون العصبي وكيف بنقدر نتعايش معه، تفاصيل كتيرة بعد لحظات. مساء الخير عن جديد. المضاد الحيوي الدواء اللي بيعتبروه البعض السحر كلنا بناخده، يعني كل ما حدا مرض فورا بيرقد وبيروح وبياخذوا لهالدواء. هالشي كتير غلط. ليش؟ لانه كل مرض وتحديدا التهاب نوع من الادويه الخاصه بيعالج هذا المرض. تفاصيل اكثر عن هالموضوع رح نعرفها مع الدكتور الصيدلاني جورج مراش من بريطانيا. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. هلا دكتوره، كيفك؟ تمام، اهلا وسهلا. اهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بالبدايه شوي عن الانتي بايوتكس او ما يسمى باللغه العربيه المضادات الحيويه، شو هي؟ وعن جد هي نحن كل حاله التهاب نحن دغري لازم ناخذ انتي بايوتك؟ تمام. المضادات الحيويه هي عباره عن مركبات عندها القدره انه تكون عم تحارب الجراثيم، سواء توقف الجرثوم عن النمو او تبطئ عمليه النمو تبعه او انها تقتل الجرثوم. فبعض هاي المركبات بيكون يعني منتج طبيعي، ممكن يكون منتج من فطور أو من جراثيم أخرى، وممكن بعضها يكون صناعي مركب معمول بالمخابر، ومنها بيكون نصف مركب وهو عبارة عن منتج بيكون طبيعي ومعدل شوي كيماويا لحتى يصير مركب جديد له قوة أكبر على الجراثيم. الشق الثاني من السؤال هو كتير السؤال اللي دائما بنسأله والأساسي، هل الالتهابات كلها يعطى بفيدة المضاد الحيوي او الانتي بايوتيك؟ والجواب هو قطعا لا ابدا. الالتهابات لها عده انواع، مثل ما بتعرفي في عندنا التهابات فيروسيه، في عندنا التهابات جرثوميه، وفي عندنا التهابات حتى فطريه. صحيح. فالمضاد الحيوي فقط قادر يساعد بحاله الالتهاب الجرثومي. لما بناخذه بحاله الالتهاب الفيروسي هو ابدا ما بيقدر يساعدنا ولا بيقدر يعمل اي شيء، بالعكس ممكن يكون له اثار ضاره على الجسم اكثر ما هو يكون مفيد. طيب دكتور جورج، شو هي أبرز المعتقدات الخاطئة حول هالمضاد أو الأنتيبيوتيك؟ أهم معتقد مثل ما قلتي بالبداية هو إنه الدواء السحري اللي أول ما أي شخص فينا بيمرض بيسعل بقدامه حدا مرضان بيروح بياخد حبة من هذول الحبوب ومفكر إنه هذا الدواء هو اللي قادر يقتل أي شيء خطير بقلب الجسم، ولكن هو هذا المعتقد كتير خاطئ وما هو صحيح أبدا أبدا أبدا. للأسف عنا كتير من الفئات يعني بالشعب اللي بيركضوا فورا على الصيدلية وبياخدوا المضاد الحيوي أول ما بيشعروا بأي تعب بالجسم، بأي وجع، سواء كان وجع عظمي ولا كان التهاب حقيقي ولا كان أي نوع من المرض. حتى للأطفال الصغار عم نركض ونعطيهم المضادات الحيوية لحتى نخفف فترة المرض، ولكن هذا خطأ لأنه المضاد الحيوي فعلا ما بيفيد إلا إذا كان الالتهاب جرثومي مثل ما قلنا. فالخطأ اللي بنوقع فيه دائما إنه بنركض وبنعطي الحبة وبنقول إنه إذا ما فادت ما بتضر، هو فعلا بيضر وبيأذي. مثل ما بتعرفوا بقلب الجسم بالمعدة وبالأمعاء في عنا جراثيم، هاي الجراثيم هي من الجراثيم المفيدة اللي نحنا بدنا إياها تضل بالجسم موجودة. صحيح. وأي مضاد حيوي ما بيفرق بين جرثوم منيح وجرثوم سيء للأسف. وقت اللي بناخذ مضاد حيوي نحن عم نخاطر بانه نقضي على الجراثيم الجيده بالمعده، واللي اعاده يعني بوبيليتنج تبعها او نرجع نعملها بناء من اول وجديد بالجسم هي عمليه طويله، ما عمليه سهله، وممكن كثير تاثر على الهضم، ممكن تاثر على امراض ثانيه. هي الجراثيم اساسا بتتصرف وكانها خط دفاعي بقلب الجسم، ايضا بتقدر تاذي على جراثيم ثانيه اذا كانت جراثيم بسيطه. فنحن لما عم نقتلها بالمضاد الحيوي اللي عم ناخده عم نضعف الجسم تبعنا، عم نعرضه لخطر اكبر، وعم نعرض اشياء ثانيه بالجسم اللي هي الهضم اللي هي التوازن تبع الجسم تبعنا لخطر، بسبب انه نحن عم نركض على الدواء اللي مفكرينه انه دواء سحري ولكن هو فعلا سلاح ذو حدين. هلا مثل ما ذكرت دكتور حضرتك انه نحن الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه احيانا بتاثر على فلورا الجسم اللي هي نحن بشكل عام بنسميها الجراثيم المنيحه لجسمنا. هذا هو الأثر الجانبي الوحيد للمضادات الحيوية ولا في عنا غيره؟
هلا هو هذا الاثر الجانبي الاكبر، ولكن بشكل عام اي دواء نحن عم ناخذه على الجسم بشكل كثير عام بده يتم استقلابه بالجسم، فهو عم يتحول لمركبات ثانيه. الاستقلاب يعني عمليه الطرح من الجسم. نحن الدواء لما بيفوت على الجسم ما عم يفوت مثل ما هو، بيطلع مثل ما هو، عم يتعرض لعمليات كثير للاستقلاب، عم يتعرض سواء بالكبد ولا بالكلى ولا بالدم ولا باماكن مختلفه، عم يتعرض للاستقلاب لحتى يتم طرحه. فهو خلال هاي العمليه عم ينتج مركبات ثانيه. الدكتور اللي عم يوصف لنا الدواء هو اللي قادر يعرف انه هل هالدواء واستقلاباته واثاره الجانبيه رح تكون مفيده اكثر لحاله المريض، ولا حتكون عم يتعرضه لخطر ثاني، ممكن يكون عم يتعب الجسم، ممكن يكون عم يقضي على الفلورا مثل هذا الشيء اللي قلنا، او عم يكون المستقلبات تبعيته متعبه. اكيد اي دواء عم ناخذه عم يتعب الكبد بشكل معين، عم يتعب الكلى بشكل معين. وايضا نحن اهم شغله انه عم نضعف المناعه الطبيعيه تبع جسمنا، يعني هي واحدة من أكبر المخاطر على الشخص بحد ذاته. أما إذا بدنا نحكي على الآثار الجانبية للعالم بكل، فلما عم ناخذ المضاد الحيوي عم نعطي الفرصة للجرثوم لأنه يقدر يتغلب عليه، يبني طريقة لحتى يقدر يتجاوزه. مثل ما شفنا كوفيد أو كورونا اللي صار لنا سنتين عم نعاني منها حول العالم، خلال هدول السنتين طلع عنا عدد كبير من المتحورات لهذا الفيروس، والجراثيم تقدر تتحور بنفس الطريقة. فكان عم يطلع عنا أوميكرون، طلع عنا دلتا، طلع عنا متحورات كثير يعني تسمت بأسماء البلاد اللي اجت منها. الجراثيم لما عم ناخذ الأنتيبيوتيك نحن عم نعطيهم فرصة إضافية لحتى يتطوروا على ضد هذا الأنتيبيوتيك، لحتى يطوروا مناعة ضده. واللحظة اللي بيطلع عنا جرثوم له مناعة على هذا المضاد الحيوي رح يكون كثير صعب إنه نحن نوقفه، لانه حينتشر من شخص لشخص ثاني لشخص ثالث لشخص عاشر، رح ينتشر بشكل كثير كبير، وممكن يرجع المرض او الجرثوم اللي قادرين هلا نسيطر عليه بمضاد حيوي ليصير مرض قاتل من اول وجديد. فالخطر ما انه خطر بس على الشخص بحد ذاته، وانما هو خطر عن جد، خطر عالمي ممكن يكون عم بيسبب انتهاء البشريه. وانا ما عم بالغ ابدا، ماني عم بالغ بهذا الكلام، عم بحكي خطر حقيقي. نحن واصلين لمرحله منه من لا عوده، لانه كثير عم يتم استخدام مضادات حيوية بشكل غير مدروس، بشكل غير منطقي. أي حدا عم يقدر يقوم يوصل ويشتري المضاد الحيوي وياخده. والجراثيم كل ما لها عم تتطور، كل ما لها عم تقوى، وكل ما لها عم تصير أصعب للقضاء عليها. هلأ أي شخص من المستمعين اليوم بيقدر يشوف بس الفيروس أو الجرثوم اللي كان ينصاب فيه كان جسمه يعالجه أو يخلص منه خلال 4-5 أيام. نحن حالياً عم نضل أسبوعين ثلاثة أو إذا مو أكثر، كل ما للفيروسات والجراثيم عم تقوى. فالخطر كثير صار محدق فينا وحوالينا، لهيك كثير لازم نكون منتبهين على موضوع امتى ناخذ مضاد حيوي وامتى لا. صحيح، حتى نحن بالموسم السابق دكتور من خلال حضرتك نبهت انت واعطيت ملاحظه او تنبيه انه بليز ما تاخذوا بشكل عام، ما حاش تعطوا يا صيادله هالشيء بالسهوله. مزبوط 100%. وبنرجع نحن بنأكد بهالمنبر انه ان شاء الله عن جد نلاقي السمع، يعني نحن ما عم نحس عليه هلا، بس هو مثل ما بيقولوا لونج تيرم، يعني مثل ما قال الدكتور. صح تماما تماما. انا يعني بتذكر الحلقه الماضيه لما كنا عم نصور مع بعض، فعلا كنت عم بقرا عن الجرثوم اللي طلع، واللي هو يعني للاسف ما في ولا مضاد حيوي بيقدر يسيطر عليه لهذا الوقت، لساته بمكان انه قادرين يسيطروا على انتشاره. فأنا كنت كتير لساتني عم بتطلع أنه عن جد نحن وصلنا لمكان مع كل شيء عم يمرق علينا، عم يمرق علينا فيروسات، عم يمرق علينا حروب، عم يمرق علينا شو ما كان، ونحن كأشخاص عايشين بحياتنا الطبيعية عم نساهم بأنه نزيد المشاكل على هالكوكب مشكلة زيادة. فمثل ما قلتي، أنا عن جد بتمنى من أي صيدلاني عم يحضر أنه ما تبيع مضاد حيوي قبل ما تعرف أنه عن جد الشخص بحاجته. متمنى انه يعني الشعب ما يروح وياخذ المضاد الحيوي الا اذا كان فعلا بحاجته، بس الدور الاكبر والمسؤوليه الاكبر عم نحملها للصيادله، حتى رجاء انتم دارسين وبتعرفوا انه هذا الشيء ممكن يؤدي لدمار الكوكب. فبليز يعني ما نبيع المضاد الحيوي الا بوصفه طبيه من طبيب، رجاء من الكل، وزاره يعني الصحه او حتى نقابه الصيادله، رجاء يكون في اي اجراء يقدر يعني يوقف العملية اللي عم تتم حاليا، وهي انه المضادات الحيوية عم تتاخذ مثل السمارتيز او مثل الشوكولا للاسف، فبحاجة انه نتصرف في هذا الموضوع. طيب دكتور، كيف ممكن نتاكد انه والله المضادات هي العلاج الامثل لمرض ما؟ كثير سؤال مهم بصراحة. بدي ارجع اقول انه كثير ضروري يكون عم نراجع الطبيب، بغض النظر عن يعني بتعرفوا قديش عندنا معرفة سواء كصيادلة ولا اطباء بهذا الموضوع، ولكن كل حالة هي حالة فردية.
من الممكن يكون في مرض هو عبارة عن مرض جسومي، ولكن نفضل ما نعطي المريض دواء مثل ما قلنا بيكون في مخاطر تانية على صحته. لهيك ضروري نرجع للطبيب اللي بيعرف الحالة تبعيتنا، أو على الأقل أضعف الإيمان نسأل الصيدلاني اللي عم نروح لعنده دائما لحتى يكون بيعرف نحن شو عنا أمراض بجسمنا. من الممكن شخص يكون عنده ضعف بالكبد أو عم يأخذ أدوية تانية تكون عم تأثر على المضاد الحيوي هذا وتؤدي بمشاكل كتير يعني أكبر بجسمه. فنحن بحاجة نكون عم نرجع لحدا يكون بيعرف التاريخ الطبي تبعنا أو التاريخ المرضي تبعنا. بشكل عام يعني إذا بدنا نقول على الالتهابات البلعومية عادة هي أكثر شيء بتصير لما يكون في تقرحات بيضاء بالبلعوم، فهي بتكون عبارة عن جرثومي وأحيانا تترافق مع المخاط اللي لونه أخضر، فاللي لونه الأخضر بيكون أكثر جرثومي من فيروسي. طبعا هدول الاثنين مانون القاطع الوحيد، لازم يكون في عدة أعراض عم نشوفها. بس نرجع نقول الشيء الأساسي اللي لازم نعمله رجاء أنه نرجع للحكيم أو للصيدراني ونسألهم قبل ما نكون عم ناخذ المضاد الحيوي لحتى يكونوا قادرين يحددوا تماما شو الإصابة اللي عندنا، سواء كانت جرثومية ولا فيروسية ولا فطرية. تمام. طب دكتور أنا حابة أسألك، في حال نحن تأكدنا أنه هذا المرض بده مضاد حيوي، كيف بتم استخدامه كونك أنت الشخص المختص يعني للجواب عن هذا الموضوع؟ هلا بدي ارجع اكد انه في عندنا عدد كبير من المضادات الحيويه، في ادويه بتتاخذ مرتين بالنهار، في ادويه ثلاثه، في ادويه بتكون واحده فقط حبه واحده بالنهار، منها لثلاث ايام منها لخمس ايام. انا من الاشخاص اللي دائما بنادي بانه يكون العلاج individualized او مركز على الشخص بحد ذاته، ما في حاله عامه لحتى نكون عم نقول للشخص انه هذا الدواء بيتاخذ هيك بهذا النهار، هذا الدواء هيك بيتاخذ. لا، مثل ما بتعرفي احيانا عصير الجريفون اذا الشخص بياخده بيأثر على امتى لازم ياخذ الدواء. صحيح. اذا الشخص مدخن بيأثر على امتى لازم ياخذ دواء. فكثير من الضروري يكون الطريقه اللي عم ياخذ فيها المريض طريقه تلائمه هو بحد ذاته كشخص فقط، ما في طريقه عامه. اكيد اللي بيكون موجود على العلبه مكتوب انه هذا الدواء لازم تاخذ 1 2 3 هذا شيء عام، ولكن برجع بقول كثير اساسي يكون الشخص اللي عم يقلنا امتى ناخذ الدواء بيعرف التاريخ المرضي تبعنا، نحن حاطينه بصوره شو عم نمرق بظروف صحية ولا طبية، شو عم ناخذ أدوية ثانية، شو عم نمرق بحياتنا. يمكن الستريس أحيانا بتأثر على استقلاب الأدوية بالجسم، فكتير ضروري يكون العلاج أو الخطة العلاجية للمريض تعتمد على الظروف التي عم يمر فيها هذا المريض. فكتير كتير بدي أرجع أقول إنه نرجع ونسأل الصيدلاني اللي بيعرفنا أو الطبيب اللي بيعرفنا كيف ناخذ الدواء أو المضاد الحيوي إذا تأكدنا إنه ضروري ناخذ. تمام. دكتور جورج، شو آلية عمل المضادات الحيوية يا ترى إذا الشخص ظل عم ياخده على المدى البعيد أو الإفراط باستخدامه، شو هي أضراره؟ آلية العمل مثل ما قلت بالبداية في عنا حالتين، يا أما بتكون عم تبطئ نمو الجرثوم بحيث أنه الجسم تبعنا يقدر يقوم ويقاتل هذا الجرثوم، أو بتكون عم تعتمد على قتل هذا الجرثوم، فهنا آليتين مختلفتين. بالحالتين هي بتكون عم تساعد الجسم، ولكن المدة الطويلة له كمان مثل ما حكينا رح تأثر على الفلورا المعوية أو على الجراثيم المفيدة الموجودة بالجسم، كما رح تأثر على تعب الجسم بشكل عام لأنه عم يكون عم يتعرض لاستقلابات مختلفة بالأجهزة المختلفة بالجسم. فأبداً لا، ما بصير ناخذ مضادات حيوية لفترة طويلة أبداً. ما في أي مضاد حيوي أنا بعرفه بيتاخذ أكثر من يعني خمس أيام، إلا بحالات لا سمح الله كان في عندنا مرض سرطان أو أمراض خطيرة بتؤدي ليصير مناعة الجسم ضعيفة. فلهيك ساعتها ممكن الشخص ياخذ المضادات الحيوية لفترة طويلة، بنفس الوقت بنكون عم نعطيه الجراثيم المعوية أو البكتيريا المفيدة للمعدة لحتى يكون عم يعمل التوازن الموجود، وأيضاً بيكون في متابعة طبية من الدكاترة. فكتير ضروري إنه ما نكون عم ناخذ المضادات الحيوية لفترة طويلة وما ناخدها لحالنا بدون مراجعة الطبيب، بدون ما يكون في عنا حدا عم يقلنا إنه أوكي تمام لحد الآن جسمك لسه بحاجة. كثير في حالات كمان بدي نبهها هاي النقطة، إنه بيكون الالتهاب فيروسي بس من الضعف اللي بسببه للجسم بيرجع بيتطور ليصير التهاب جرثومي، لأنه بصير الجراثيم قادرة إنه تهاجم، تقوى الجراثيم بهي المرحلة. فإذا كان المريض أوريدي عم ياخذ المضادات الحيوية وهو عنده الالتهاب الفيروسي، فكان سمح للجراثيم بجسمه إنه تتطور ويكون قادرة تنمو بوجود المضاد الحيوي، وبالتالي الجراثيم صارت قدرانة إنه تعيش وما عاد في شيء قادر يقتلها، فهو بيكون وصل حاله للهلاك صراحة.
فلهيك كثير كمان اساسي نرجع نطلع انه هل ضروري بمرحله حرجه اني اخذ المضاد الحيوي ولا لازم اعتمد على اشياء ثانيه، الراحه، الاكل الصحي، شويه رياضه، تنفس، شغلات تقوي الجسم تبعي. فهي شغلات كثير مهم انه ننتبه لها ويعني نعملها قبل ما نوصل لمرحله ناخذ المضاد الحيوي. دكتور جورج ما شاء الله كل موضوع بنطرحه معك بتغني اسم الله حولك، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم على الاستضافه، كثير انبسطت وجودي معكم، كلكم زود. والله نحن اكثر. وهلا خلونا ننتقل مع الدكتوره فرح كمان لمعاينه طبيه لنعرف شو كانت استفساراتكم، خلونا نتابع سوا. مرحبا، انا الدكتوره فرح من برنامج دوز بقناه سما. عندك اي استفسار طبي حابب تسالنا اياه ونحن نجاوبك عليه؟ اهلا وسهلا فيكي. إيه نعم، انا مركب شبكه قلب من سنتين بالامامي النازل. إلى عمر هاي الشبكة وعم بشكي يعني من نغزات هون وبأسفل الظهر، يعني كل 15 يوم من الألم براجع. هلأ مبدئيا أي شبكة أو أي جهاز صنعي بينحط بالجسم أكيد له عمر، بس نحن عم نحكي بعمر وسطي بين 20 ل 30 سنة بحسب كل نوع، تمام؟ بس في حال انك لهلا عم تشكي من نغزات بفضل انك ترد تتابع مع دكتورك، ممكن يغير لك نوع الادويه او المميعات اللي عندك ويحط لك توصيات ثانيه. نعم بتشكرك كثير، شكرا لك، شكرا لقناه سما. حابه اعرف عن موضوع تجميل الانف. تمام، هلا موضوع تجميل الانف في عنا نحن شقين، اما وظيفي او تجميلي، ونحن ممكن نجمع اثنيناتهم بالعمليه. هلا بحسب انا ما فهمت منك انه انت كنتي حابه تعرفي اكثر عن المخاطر وهالمواضيع. هلا نحن ممكن يكون عنا مخاطر حقيقيه دغري بارض العمل الجراحي اللي هي ممكن تكون مثل النزف، احيانا ممكن بعدين يصير عنا انثقاب وتره وبالتالي نحن بيصير عنا في مشاكل تنفسيه علما انه نحن عالجناها وهي نسبتها كثير بسيطه، واحيانا نحن ممكن ما نلاقي الشكل اللي بدنا اياه وهي مشكله بيعانوا منها كثير الصبايا في حال كان غرض تجميلي. وكمان في عنا احيانا بسبب التجريف الجائر لاي عمل جراحي بالانف ممكن يصير في عنا شيء بنسميه انف ضموري، يعني بصير بيطلع قشور معينه وبتصير المريضه بتشم رائحه كريهه، لذلك لازم الواحد يختار عن جد طبيب تجميل او خلينا نقول اذن انف حنجره بطريقه كثير منيحه بحيث انه ما يعني ما تعاني من هدول الشغلات، من الواحد يجي يحل شغله وبتطلع له شغله ثانيه. عندك اي شيء ثاني؟ نعم ميرسي لك. وهلأ صار معنا مثل العادة فقرة دكتورة إيفانا لتخبركم عن موضوع كتير حلو هاي الحلقة واللي هو مشاكل الكولون العصبي أغلبنا منعاني منها، اليوم رح تحكي بشكل موسع عنه. أهلا وسهلا فيك كتير دكتورة، شكرا لك. هلأ أنا بشكل عام دكتورة صار بأكثر أوقات هلأ هذا مثل ما قلتي مشاكل الكولون العصبي فهو أكثر شيء منتشر بهالأونة الأخيرة، وبتلاقي العالم فعلا ما بتقدر تميز هل هو مغص أم هو تشنج كولون. هلا لحتى نميز نحن بيناتهم اول شيء في ثلاث اعراض او مجموعه من الاعراض لازم الشخص اللي معه كولون تطلع او تظهر معه. من اهم الاعراض اول شغله انه لما بياكل فهو دائما مرتبط بالاكل بيطلع عندي هذا المغص الحاد اللي ما هو محمول والغازات، وهالشيء ما بيروح بيضل مستمر عند المريض او الشخص اللي معه كولون لحتى يفوت على التواليت كتبرز، يعني انا بعد ما اتبرز رح بلاقي حالي مرتاح معناته انا معي كولون بهالحاله. هلا طبعا في شغله بينوه عليها، مو اذا طلعت شوي دم مع البراز معناته انا معي كانسر او شيء مرض خطير، لا، احيانا التهاب الكولون او التهاب الامعاء هي سبب وجود هذا الدم، او حتى احيانا في امراض ثانيه متعلقه بوجود الدم بالبراز. خلونا ننتقل للعرض الثاني، الاشخاص هاي بعطيها للاشخاص اللي ما بيعرفوا او ما بيعرف يميزوا انه هو معه فعلا غازات ولا معه كولون. الاشخاص هذول لازم اول ما بشوفوا بهذا الوجع او ينصابوا بهذا الوجع ما عم يعرفوا شو سبب الوجع بدهم يروح لعند الطبيب المختص، وهذا الشيء دائما بقول اياه، وبده يروح يفحص. فهو الفحص تبعه دكتور عباره عن تنظير ببين معه انه هو في كولون ولا لا، والدكتور وقتها راح يوجههم للصحيح. هلا الثالث شغله لازم كثير كمان يهتموا فيها او هي عارض مو يهتموا فيها، هن الاشخاص اللي اصلا خلص بيعرفوا ومقايسين وعندهم كولون، فهون بدهم يهتموا بالغذاء لانه فعلا هون الغذاء هو الاساس والمهم لعلاج حاله الكولون. واخر الدراسات وجدت انه للاسف الشديد الادويه ما بتقدر ابدا انه هي تعالج او حتى هي تحد من الاعراض، فلذلك نحن الغذاء شو الحل بتقلي لي؟ بقول لك الغذاء هو الحل الاساسي لحتى نعالجها والدواء ما رح يعمل لنا شيء ابدا. طب دكتوره انا حابه اسالك كيف الغذاء عن جد هو بياثر على موضوع الكولون العصبي؟ تمام اكيد، لانه الاشخاص اللي معهم كولون عصبي في مجموعة
مجموعه من الاكلات اللي ما لازم يتناولوها. فانا مثلا بحكي لك اول شغله او مصدر غذائي اللي هو الالياف. هلا بتقولي لي دكتوره ما صحيح انتوا اخصائيين تغذيه كثير بتحبوا الالياف، بقول لك مزبوط نحن بنحب الالياف وبنكون لازم تتناولوها وعلى فوائد الالياف، بس للاسف الشديد هون الشخص اللي معه كولون ما بيقدر ياخذ الالياف الغير مذابه بالماء. ليش؟ لانه انا لما باكل هاي الالياف، هلا احكي لكم شو هن الاكلات، رح يصير عندي رح تروح للمعده، المعده والامعاء للاسف الامعاء طبعا الدقيقه ما رح تقدر تهضمها لغياب الانزيم المسؤول عن هذا الشيء، رح تروح دغري للامعاء الغليظه، الامعاء الغليظه فيها بكتيريا اسمها بروبايوتيك، هاي البروبايوتيك بتاكل الالياف بشكل كامل. برجع باكد الالياف الغير مذابه بالماء اللي هي الالياف المعقده. هاي الالياف او الصعبه او الصلبه حتى في لها اكثر من اسم، تاكل البكتيريا بيطلع عن هالبكتيريا هالغازات او هذا التشنج اللي هو بيصير. طيب شو هن الاكلات اللي فيهم هالالياف الصلبه؟ للاسف الشديد هن النخاله، هن كل شيء له علاقه مثل الخبز السكري، الاوراق او الخضار الورقيه، هاي كلها موجود فيها الالياف. طيب بس بدي اقول لكم كمان ننوه على شغله كثير مهمه، انه مو كل شخص بيتضايق من نفس الاكلات، يعني كل حاله لها تشخيص. في اشخاص بتتضايق من البقوليات ومن الخضار الخضراء، وفي اشخاص ما بتتضايق، يعني برجع بقول لكم كل حاله والى سيستم معين. طب دكتوره كونه نحن عم نحكي انه ما كل الاكل هو نفس الشيء لنفس الاشخاص، طيب خلينا نحكي شوي عن الاكلات اللي بتريح عن جد مريض الكولون. تمام. هلا حسب مو دراسات فيني اقول المنظمه ان اي سي اي اللي هي ناشونال انستيتيوتد كلينيكال اكسلنس، قالت ثلاث شغلات لازم يعملها الشخص مو بس بالاكل كتصرف لا حتى يحمي حاله من تشنج الكولون العصبي. انا عم اقول لكم تشنج الكولون العصبي، معناتها هو منشأه عصبي. اكيد ما رح اروح اقول لكم ريلاكس خذ الامور بترويه، هذا صعب، بس حاولوا تنخرطوا او تعملوا شغلات فعلا تخفف الضغط تبعكم، رياضه، سباحه، شغلات رسم، هاي القصص. الشغله الثانيه يهتموا كثير بغذائهم، يعني ما نتناول مثل ما قلت الغذاء او الالياف اللي هي الصلبه، ويتناولوا الالياف السهله الهضم او الخفيفه او البسيطه فينا نقول. بالنسبه للرياضه كثير مهمه، لانه الرياضه بترخي الاعصاب وبترخي العضلات وخصوصا عضلات الكولون، وهالشيء رح يمنع حدوث التشنج الكولون. في بعض المشروبات دكتوره نحن بنقدر نتناولها بترخي لنا او النوب اللي بكون نحن فيها، مثل النعناع او البابونج. المي كثير مهمه للاشخاص، كمان لازم يتناول 8 كاسات اقل شيء. بالنسبه للوجبات ما نعمل كانسل لولا وجبه، يعني نحن مو والله ان نطنش على الفطور وروح اكل وجبه الغداء كبيره، لا هذا الشيء كثير غلط، لازم يتنا حيتعبوا كثير تماما بهذا الشيء. وفي شغله اخيره بدي اقول لهم للاشخاص اللي عندهم كولون، لازم فعلا يعني يعملوا دايري او نوتس يكتبوا فيها انا فطرت 1 2 3، واذا تضايقت ارجع ال 1 2 3 لحتى اعرف انا شو الاكلات اللي مضايقتني وبعد عنها. هلا دكتور بس نحن ما بنعمل سكيب مثل ما حضرتك تفضلت، لا بناخذ بديل، ناخذ بديل دكتوره. هلا بدي احكي على شيء كمان، هلا بتقولي طب شو الحل الاساسي؟ انا رح خليك اقول لك على شيء، انه نحن كثير كاشخاص ما يعني بخاف اني ممكن اني انا ما اكل او ما اعرف شو هن الالياف اللي تنذاب بالمي، طيب او حتى ما اخذ احتياجاتي اليوميه. انا اليوم بدي احكي على الياف هي موجوده بالصيدليات، تمام؟ هاي الالياف باكد انه هي سوليبل فايبر اللي هي اللي بتنذاب بالمي، تمام؟ هاي بتعطيك الاحتياجات اللي انت بحاجه لها كالياف، اذا خفت ما ناخذها من الاكلات عشان ما يصير عندك النوبه. هي بس الصبح نحن بنحطها مع معلقه مي او حتى تاخذها بمعلقه وتشرب المي بعدها لحالها. فيها الاسبراجولا اللي هي الياف اللي دغري بتروح على المعده وما بصير عندي هالمشاكل اللي قلتها سابقا، يعني بهالحاله فعلا وهي امنه، يعني الاشخاص بيقدروا ياخذوها من دون استشاره الطبيب، يعني ما في اكثر من مره او مرتين. فينا نقول هي فعليا مثل الفيتامين سي بيقدروا على طول ياخذوها. تمام. بدي كثير شكرا لك، لانه بدي نوه على شغله، في بعض الفيتامينات نحن بناخذها بدون ما نعرف حالنا اذا نحن لازم نستشير طبيب او لا. طبعا الفيتامينات المذابه بالدهون الاي دي والاي والكي لازم نحن نستشير طبيب، لانه بدها تضل بالدهون يعني بجسمنا لانه تنذاب بالدهون. اما مثل ما قلتي السي ولا الاي ولا حتى هاي الالياف فينا ناخذها نحن بدون ما نستشير طبيب، لانه هي مذابه بالماء فما فيها مشكله. بس بالنسبه لهذا الفايبر بدي انتبه من شغله كثير مهمه، انه انا احيانا الزياده منه بتعمل لي قصص ومشاكل كثير كبيره ما رح يعرف المريض هو يتصرف.
فبس بداية روحي عند أخصائي أو حتى روحي عند دكتور هضمية، خليه يصف لك إياها ويقول لك الطريقة، هيك بتحمي حالك من أي مشكلة. أو حتى ما رح أقول إنه والله هذا العلاج الأساسي للكولون. دكتورة بس فينا نعيد اسمه للمشاهدين في حال حبوا يجيبوه من الصيدلية؟ تمام، هو رح أقوله بالعربي الألياف المذابة بالماء، في كذا شركة ممكن نحن موجودة بسوريا، أو فيكم تقولوا السولوبل فايبر وهي من عشبة السبراجولا. يعطيك العافية دكتورة، شكرا كثير لهالمعلومات. شكرا. هلا خليكم معنا، رح نروح فاصل ونرجع. مساء الخير عن جديد. تمزق غضروف الركبة من الحالات الشائعة عند أطباء العظمية، وهالشيء كثير بنشوفه ضمن العيادات الخاصة أو حتى المستشفيات. على كل حال ضمن هالفقرة رح نجاوب عن أسئلة شائعة حول هالموضوع مع الدكتور جهاد دغستاني، استشاري في جراحة مفاصل من جامعة UKM. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. مساء النور دكتور. خلينا نحكي بداية، نحن شو بنقصد بتمزق غضروف الركبة؟ خلينا نحكي اول شيء شو الغضروف. الغضروف هو وساده غضروفيه بتفصل بين المفصل عند مفصل الركبه بين العظم الفخذ وعظم الزنبوب، الى شكل مثل شكل هلالي وبتلصق بالمحفظه المفصليه. وظيفه الغضروف كثير اساسيه بمفصل الركبه، هي بتمتص الصدمات وبتعطي مدى حركه اكبر وتعطي ثباتيه لمفصل الركبه. تمزق الغضروف بينتج عن حركه خاطئه، فرط العطف او فرط البسط او حركه عنيفه، وبتؤدي لتمزق بالجسم الغضروف. هلا الغضروف له شكل مقطعي، هو مثل مثلث، التروية تبعه بتجي محيطية من منطقة الريد زون بنسميها، وشكل مثلث منتهي. فتمزق الغضروف قسم كبير منه غير مروى وما له تعصيب. الحركة الخاطئة بتأتي لتمزق جزئي بالتمادي تبع الغضروف، بيؤدي للحالات الحادة للنقال. طبعا في عنا أنواع من تمزق الغضروف، في تمزق تنكسي وفي تمزق حاد، وفي تمزق ظريف بأعمار صغيرة عند الأطفال. يعني طبعا بالأطفال بيكون في عنا مشكلة إنه شكل الغضروف بيكون مشوه، يعني الغضروف غضروف هلالي وحشي قرصاني اللي عند الأطفال الصغار، يعني شكل الغضروف مع شكل الهلال بيكون قرصي، نضطر أوقات نعمل له تجذيب أو تصنيع للغضروف. طبعا طيب دكتور، هل يا ترى هو نفسه في نحن عندنا مشكله بنقال عنا الرباط المتصالب؟ تمام. اوكي، هل هو نفسه مشكله الغضروف؟ هلا الازيه الرباط المتصالب بتنتج نتيجه رد اكبر من التمزق، من الحركه. تمام. اكبر الرباط المتصالب امامي او الرباط المتصالب خلفي او الرباط الجانبي الانسي او الوحشي، هي اربطه بتعطي ثباتيه المفصل الركبي. هلا تمزق الرباط بيكون سريا انسباب شديد، الام تحدد حركه. اما تمزق غضروف بيعطي انسباب متوسط الشده. بالحالات البسيطه بصير عندنا بتمزق غضروف تحدد بحركه فرط البسط فرط العطف، فبالتمزق الرباط هو بيكون اشد، طبعا بده قوه اكثر. هو التمزق الاربطه المتصالبه بتجي عن جهد مثل الرياضيين بحركات عنيفه. تمام دكتور. طيب لاحظت انه انت ذكرت كافه الشرائح العمريه، شو اسباب انه بيصير عندنا نحن هي الحاله؟ هلا اغلب تمزق غضروف هو اغلبه عند الرياضيين طبعا، وعند اللي يشتغلوا اعمال مجهده، وضعيات قرفصاء، وضعيات خطا، يعني نتيجه حركه خطا، يعني مدى حركه زايد، فبصير تمزق غضروف. اذا كان الجهد اكبر بصير تمزق رباط معه. فهمت عليك. طيب دكتور، هلا ذكرت حضرتك انه ممكن ينصابوا فيه كالرياضيين او حتى اللي بيشتغلوا شغل متعب مثل العمال، طيب في فئات اخرى ممكن تنصاب فيه؟ طبعا الكبار بالعمر، نحن بعد تقدم بالعمر بعد عمر 50 سنه الغضروف بيفقد القسم كبير من المرونه تبعه، فبصير عندنا تمزق تنكسي، بس هذا بصير بالقسم الخلفي من الغضروف الهلالي الانسي، خصوصا بوضعيات فرط العطف مثل السجود او فرط البسط، فبصير عندنا الم. التدبير طبعا بيختلف تماما بكل الحالات، التمزق الحاد له تدبير وتمزق تنكسي له تدبير. يعني طيب دكتور، ممكن زياده الوزن كمان تسبب هالشيء؟ طبعا بتلعب دور، بس هي بتلعب دور بالتنكسي. طبعا تمزق الغضروف الحاد هو تمزق حركه خاطئه، يعني عند الرياضيين بحركات عنيفه بصير. طبعا تدبيره احنا اذا كان بالتمزق بالمنطقه المروات فينا نخيط الغضروف، يعني عند الرياضيين بروفيشنال احنا عندنا تقنيا نخيط غضروف. حتى الابحاث الجديده عم نشتغل على زرع غضروف، يعني احنا اذا في عندنا ديفكت ضياع مادي بجسم الغضروف فنحن بنعمل زرع للغضروف ومثبته بانكرز. الغضروف كثير اساسي بثباتيه المفصل. هلا الحالات اللي بيأشر عليها انه الحالات المهمله من تمزق غضروف بتؤدي لتنكس مفصل الركبه باكر، يعني التخريج الضياع المادي بجسم الغضروف بيؤدي لتخريج السطوح المفصليه، وهذا بيؤدي على المدى البعيد يتنكس المفصل.
احنا هدفنا الاساسي انه المفصل تبعنا يحافظ على عمره باستمراريته، ما نوصل لمرحله مفصل لا سمح الله. طب دكتور انا حابه اسالك، في حال نحن بدنا نعمل استئصال غضروفي للهلال الانثوي، امتى نحن بنلجا لهي الحال؟ نحن بالجراحه التنظيريه ما بنستأصل الغضروف بشكل كامل، نحن بنشذب الغضروف، بنستأصل القسم المتمزق منه، يعني الهدف الجراحه هي نحن طبعا طريقه تذكرنا التداخل القديم هو استئصال الغضروف. فلقوا الدراسات والابحاث انه الغضروف اساسي استأصلناه بشكل كامل بيؤدي لتنكس المفصل. الجراحه التنظيريه نحن عندنا الخبره فيها، بنقدر نشذب الغضروف، يعني من القسم المتمزق منه بنشذبه. وبنحاول بصراحه عند الرياضيين باعمار صغيره بحالات خاصه نخيط الغضروف، يعني نحن الاهم بهمنا انه نرجع لوضع مفصل طبيعي. تماما. طب دكتور خلينا شوي نرجع لموضوع غضروف الركبه، ايمتى المريض بيعرف انه هو صار عنده هي الحاله؟ شو بحس باعراض؟ بدايه بالحالات الحاده بيصير ازعاج، عدم راحه، بحالات اذا كان تمزق شديد، التمزق في انواع، التمزق مثل عنق سله، بيصير انعقال بالمفصل، يعني بيصير في حركه محدده بيصير تقفل مفصل الركبه. طبعا بصير انسباب متوسط الشده، اذا كان في تمزق رباط مصاحب للحاله بصير انسباب مدمى، مثلا انسباب التمزق غضروف بيكون مو مدمى، لانه الغضروف التربيه تبعه اساسيه بتجي من السائل الزليلي تبع مفصل الركبه. هو الغضروف ما له مثبت على العظم، الغضروف مثبت على المحفظه. فالالم بصير الم خلفي، الالم ما بيكون يعني بصير بحس الالم مبهم من جانب حسب منطقه الغضروف الانثي، بس يعني المحفظه بصير شد المحفظه هو بنبه الاعصاب فبصير ازعاج عند المريض. بيحدد محله بالضبط يعني بنقطه معينه. طبعا الفحص السريري هو اساسي بتشخيص الحاله، وفي عندنا اختبارات محدده حتى نشخص اكثر من جاء وقت لنعمل صور المرنان رنين مغناطيسي، وفي نسبه خطا بالمرنان صراحه، بس نحن التشخيص الفحص السريري هو الاساس. يعني هلا دكتور بفهم من حضرتك انه نحن الفحص السريري هو الاساس وممكن المرنان بس ممكن انه يغلط. طيب في آلية تشخيص اخرى، تحاليل، شغلات ثانيه ممكن نحن نقدر نشخص من خلالها هذا المشكله، هاي المشكله؟ طبعا نحن في صوره بسيطه من صوره مفصل الركبه، طبعا في احتمال تحاليل او ارتفاع حمض البول او النقرس الكاذب، في يعني المريض بده يندرس بشكل عام. بس هو الفحص السريري الاساسي هو الاساس. القصة المريض بيجي بيقول لنا انه مثل نزل من السيارة عالية او فتلت اجره سوى الم تحدد حركة، يعني في بيعطي علامات. هلا بس بدي اعطي ملاحظة انه تمزق الغضروف ببدايته اذا كان هامشي ما بيعطي اعراض واضحة، يعني التمزق وقت يكبر ويصير تخرج سطح المفصلي بصير في الم. فكل ما كان تدبيرنا باكر كل ما كان نسبة الانذار جيدة عندنا. على سيرة التدبير دكتور، حضرتك تفضلت انه نحن احيانا بنلجأ للخياطة في حال كان عندنا رياضيين احترافيين وبأعمار صغيرة، او احيانا ممكن نلجأ حتى للاستئصال الجزئي، هذا هو العلاج القطعي ولا في علاجات اخرى؟ طبعا لا، في علاجات ثانية، مثلا اذا كان تمزق تنكسي بصراحة كل الدراسات العالمية نحن ما بنلجأ للتنظير، يعني علاجنا تلطيفي بيكون تخفيف الوزن، نوع الحذاء، او نعمل علاج فيزيائي لتقوية عضلات مربعات الرؤوس الفخذية. سيستم الحياة الصحي، يعني خصوصا ان التمزق بيكون القسم الخلفي من الغضروف، فبنحاول المريض مثلا بنقول له الجلوس وضعية قرفصاء، القعدة عربية ممنوعة، صعود السلالم بيأذينا كثير. هلا بالتمزق اذا كان بالقسم المروب الريد زون كثير ضروري نعمل الخياطة له، بيرجع طبيعي المريض 100%. بحس انه ما يخسره. ما بيخسره طبعا، اذا كان التمزق هامشي نحن لازم نشذب القسم هذا حتى ما ينفد التمزق، حتى ما يكبر التمزق يسوي لنا تمزق عنق سلة. حتى هذا التمزق بيسوي عائق ميكانيكي بمفصل، العائق الميكانيكي هذا بيأذي السطوح المفصلي، بيخرب سطح المفصلي، فعلى المدى البعيد بيسوي لنا تنكس بالمفصل. فهمت عليك. دكتور جهاد شكرا كثير لك على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اياها اليوم. تسلمي. شكرا لوجودك معنا. دائما بينصحوا الخبراء بضرورة وأهمية ممارسة رياضة المشي، لأنه مثل العادة مثل ما نحن بنعرف إنه هي بتنظم ضربات القلب، وبالإضافة إنه بتنشط الدورة الدموية، وأكيد في فوائد ثانية. في دراسة حديثة أكدت أنه استخدام الدراجات ووسائل المواصلات العامة بيساعدوا على فقدان الوزن. لنعرف تفاصيل أكثر خلونا نتابع سوا. بحسب دراسة حديثة، ترك السيارة وركوب الدراجة والمشي واستخدام وسائل النقل العامة للتحرك مثل الذهاب للعمل، زيارة الأصدقاء وغيرها، بتساعد على فقدان الوزن. تفاصيل هالدراسة بتقول إنه الأشخاص يلي بيستبدلوا استخدام السيارة بالمشي أو ركوب الدراجة وغيرها كان متوسط فقدان الوزن عندهم حوالي 1 كيلوغرام سنوياً،
والأشخاص يلي بيمارسوا أي نشاط بدني لأكثر من 10 دقائق يومياً بيفقدوا حوالي 2 كيلوغرام سنوياً. أما الأشخاص يلي بيمارسوا كمان أي نشاط بدني لأكثر من 30 دقيقة كان متوسط فقدان الوزن عندهم بيبلغ حوالي 5 كيلوغرام سنوياً. يعني دكتورة بعد هالتقرير شفنا قديه مهم موضوع استخدام الدراجات ووسائل النقل العام، وضروري ننتبه ارتداء الكمامات وخاصة بالتجمعات. على كل حال خلونا ننتقل مع الدكتور سمير معراوي اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري لنحكي أكثر عن البلوغ الطبيعي والمتأخر والمبكر. يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بداية عن البلوغ الطبيعي سواء للذكر أو للأنثى. تمام. هلأ البلوغ بنعرف كلنا أنه بيبدأ بفترة عمر من 10 ل 15 سنة. هلأ بيختلف عند البنت أبكر شوي، من عمر 11 مثلاً لعمر 13-14. عند الصبي ممكن يبدأ بصف بعمر 12-13 لعمر 16. إذا حسبناها بالصف أنه بأنه صف بيكونوا مزبوط. البنت بتكون بصف السابع الثامن التاسع، الصبي بيكون بصف التاسع 10-11. هلأ البلوغ الطبيعي هو شغلة فيزيولوجية الله مبرمجها، هي عبارة عن نضوج أمور معينة بالجسم. فلنأخذ مثلا نضوج الجسم، تكون العضلات العظام في الجسد بياخذ حجمه من الطفولة للمراهقة للبلوغ تبع الجسد. طبعا في البلوغ النفسي والعاطفي اللي هو نسبة الذكاء كيف بيتعامل مع المجتمع. في البلوغ الجنسي اللي هو التحول من فترة الطفولة اللي بيكون الأعضاء التناسلية لساعتها واقفة من وقت الولادة، بتضلها جامدة من عمر صفر هيك لعمر 11-12 سنة. في أمور هرمونية موجودة بالدماغ اللي هو الهرمون الـ FSH والـ LH، هن الهرمونات التناسلية الحاسات اللي بتخلي البلوغ يقلع. العلامات اللي بتظهر عند الذكر أو عند الأنثى لما بتفوتوا بمرحلة البلوغ ونعرف أنه هن صاروا بهالمرحلة؟ تمام. هلأ التحولات الجسدية الجنسية بالذات عند الذكر بيصير نمو للأشعار بالمناطق الدقن، بالمناطق الصدر، مناطق الإيدين والرجلين، خاصة بالنسبة للهرمونات الجنسية بتنمو تحت الإبطين. الدقن هي جنسي والمناطق التناسلية كمان هي أمور جنسية. تمام. مقابيلة عند المرأة بيصير في نمو، إنما بس بالمناطق تحت الإبطين والمناطق التناسلية، هذه مناطق الشعر تبعهم بنسميه بوال، يعني هو مو شعر مثل شعر الرأس، هو شعر جنسي هذا. تمام. بيتأثر بالهرمونات الجنسية، ما دخلوا إنه تساقط شعر نقص حديد وكذا، هدول أمور جنسية محض. هي بالنسبة للأشعار. هلأ بالنسبة لتكوين الرجل إضافة للأشعار، شعر الرأس بيبدأ بياخد كسم نسميه خلجان. يعني في شوية دخلة صغيرة من هون ومن هون. بالنسبة للخلف بيكون مدور، بينما شعر المرأة بيكون من قدام مدور ومن وراء عامل حرفين طالعين مثل حرف إجريك هيك بالعكس، بيجي مثل لسانين نازلين. طبعا. هذا الفرق قدام وخلف للرجل وللمرأة. طبعا. حكينا عن الأشعار. بالنسبة للمرأة بيصير في تطور طبيعي للأزداء، نبدأ لحنا نقيمهم البلوغ، منقيمهم من مرحلة واحد لخمسة. في اسم زلمة برادر اللي هو مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، كل مرحلة هي ستة شهور تقريبا. هالمراحل هدول الخمسة عبارة عن تصوير معين، يعني انه اذا حطينا مثلا حجم الثدي بنبدا بحسم كرزي مثلا، بعد الكرزي بنبدا بنقول مثلا حجم مشمشي كذا، فهيك بين بعضنا يعني احنا الاطباء نستعمل هالتعابير هاي حتى يكون في تركيز انه على الحجم تقريبا وين احنا، الى ان نوصل لحجم تفاحه او رمانه اللي هو. هالشي ما بصير عند الرجل، اذا صار بيكون عباره عن تسدي، ممكن يصير تسدي، هي غير الحالة الفيزيولوجية الطبيعية تعني. يعني تمام. هلأ عند المناطق التناسلية الذكر حجم العضو بيبدأ يتضخم، هو بيكون ثابت من عمر شهر شهرين
بضل ثابت ليصير يدخل الورد بالبلوغ، يعني عمر 9 و10 و11 بضل نفس الحجم. الشيء لا يذكر بعمر معين بدايه البلوغ عمر 11 12 13 بيبدا القضيب يتكون ياخذ حجمه تحت تاثير هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري بيبدا ياخذ حجمه، ممكن يوصل يكون الحجم بالنهايه مثلا 11 12 15 سنتي 17 سنتي، انما بهالحدود هي هي الحدود الوسطى، حد الوسط هو 13 سنتي تقريبا، في بلاد ممكن يوصل ل 17، انما بالنسبه لحجم العضو السؤال دائما بينسالونا انه شو له علاقه بالجماع وبكذا بالشهوه، ما له اي علاقه اذا كان ضمن الحدود الوسطى، غير هيك اذا صغير زياده في مشكل لازم نتدخل، واذا كبير زياده في مشكل ممكن نتدخل. تمام. بالنسبه لحجم الخصيطين بنبدا بحجم حمصه يعني تقريبا نص سنتي. خلينا هلا نحكي شوي عن البلوغ المتاخر، شو مضاعفاته؟ شو هو؟ كيف بيتم؟ تمام. هلا البلوغ المتاخر شائع جدا زيارات لعنا فيها. يعني صار عمره الولد 13 14 ما تحرك شيء عنده، ما في ظهور وبر، ما في ظهور شوارب، ما في غالبا هذا بيكون تاخر طبيعي، يعني ضمن المجال ممكن يوصل ل 17 سنه. هلا بالبلاد الاسكندنافيه بيبلغوا 16 17 18. هلا الفائده من هالشيء بيضل الولد عم بيطول صحيح، وبعدين تيجي هبه الطول، يعني معه فتره زمنيه من عمر مثلا من عمره سنه لعمره 16. تمام. عم يطول عادي، تيجي هبه البلوغ بعمر ال 16. العرق الاسكندنافي بيطولوا وبيبلغوا بعمر متاخر، لذلك بنشوفهم طوال، شوفهم طوال او اكبر من عمرهم. تمام. هلا نحن في وسائل هلا بديانين هيك يعني نستعملها انه بنأخر البلوغ. تمام. لحتى نخلي الولد يطول اكثر، بس هي بالحالات المرضيه نتدخل انه ممكن نأخر البلوغ. هلا اغلب الاحيان 80% من المراجعات بالعياده، ممكن نقول حتى 90%، انه تاخر البلوغ هو عباره عن تاخر بعد ما تكون تاكدنا بانه الجهاز العصبي وجسمه للشاب المراهق هو طبيعي تماما، قلبه وصدره، اي مرض ممكن ياخر البلوغ، اي مرض قلبي صدري اورام دم، اي مرض ضعف بالغدة التاخر بياخر. هلا الاسباب المرضيه لتاخر البلوغ هون بقى بندخل بصميم طب علم الغدد اللي هو عويص ومعقد، ما ضروري كثير يعني المشاهدين يعني بشكل بسيط يدوروا، بس كلمتين صغار كيف بتتم هالامر. هلا اذا البلوغ متاخر معناتها كميه الاف اس اش والال اش الهرمونين اللي قلنا عليهم بالنخاميه ما اشتغلوا بوقتهم، فاذا نحن بنتوجه لتصوير دماغ، تحليل الاف اس اش والاش، نشوفه شغال ولا مو شغال، نشوف اذا في كتل او امراض بالمنطقه النخاميه، في شيء مو شغال عم يخلينا الاف اس اش والال اش ما ينفرزوا او عم ينزلوا للمحيط وما عم ياخذوا اشاره. هلا اذا فوق الامور منيحه في عنا تحليل وفي عنا تصوير للمنطقه العليا. بالمنطقة التناسلية حجم الخصيتين بيوجهنا انه انت ماشي صح بالنسبة لحجم الخصية للعمر، ولا الخصلتين لساعتهم صغار. هون بقى البلوغ المبكر بيكون الهرمونات التناسلية ان كان انثى استروجين وبروجستيرون عم بينفرزوا عبكير. استروجين مثلا اورام المبايض او اورام الغدة الكظرية كمان تفرز مواد ممكن تعمل بلوغ مبكر، فالآلية هي هون محصورة بين الخصيتين والمبايض عند الأنثى والغدة الكظرية عند الرجل والأنثى. هون الاستقصاء تبعهم بالتصوير كمان منطقة التناسلية ومنطقة الغدة الكظرية تعطينا وين نتوجه وين السبب. طيب. هلا أغلب الأحيان إذا كان السبب علوي بيكون في عنا مشكلة إما ما عم يشم مع هالمرض، يعني مثل المرضى بيقولوا لا شو ايش عم بيسأل السؤال الطبيب؟ عنا أربع خمس مشاكل شائعين،
أول مرض سمين الطفل سمين كتير يعني بدانة زيادة عن اللزوم وحجم القضيب صغير كتير وغاير لجوا ومثلاً ما بيشم أو مثلاً ما بيشوف الألوان هاي علامات مهمة أنت لازم تمام بتكون. أو بيبول كتير مع بيلة فيها مع اضطراب البلوغ هدول لما نشوفهم بنتوجه مباشرة لأمراض معين. نخامية يعني فوق بالمنطقة النخامية إذا كان مشكلة بالمنطقة تناسلية مثلا في شجوز جنسي بما معناه هي أنثى وعم بيطلع لها بظهر مثلا أكبر من اللزوم أو علامات مذكرة نتوجه لفرط إفراز الأندروجين من الغدد الكظرية البيربلازي تبع السورينان مثلا هدول أو أورام بالمبيض كل شيء وارد أورام بأي منطقة بصير تفرز هرمونات عبكير تعمل بلوغ مبكر العكس تبعها هو إنه ما في إفراز هلأ صفينا إنه بلوغ متأخر عكسها إحنا عم نخلط الاثنين مع بعض لأنه الآلية هي نفسها وحدك. يا إف إس أش عالي وهرمون ما عم بيجاوب أو إف إس أش واطي والهرمون ما له موجود إذن نحن الهرمونين إما بالنقص فبتأخر البلوغ هرمون جنسي من تحت اللي هو الاستروجين عند المرأة وعند الرجل التستوستيرون ناقص نتوجه على الطابق التحتاني إما منسميه احنا بالطب أولي أو ثانوي بريمير أو سكوندي فمن هون بيتوجه الطبيب إنه عنده مشكلة فوق ولا تحت فوق توجهنا تصوير دماغ تحت توجهنا للمنطقة التناسلية هلا في تناظرين شائعين من منطقة التناسلية عند المرأة البنت بنسميه تناظر تيرنر هذا شائع عند طلاب الطب بيعرفوه هو اضطراب بالكروموزومات يعني الصيغة الصبعية الصيغة الصبغية بدل ما تكون 46 اكس واي بتصير 45 اكس زيرو بما انه نحن حكينا عن الطبيعي وحكينا عن المتاخر تمام. طيب انا بدي صار في عندي فضول بدي اعرف انه مو عفوا البلوغ المبكر تمام. يعني ليش بيجي طيب مع تبع الحاله هل ممكن نفس اسباب التاخر في شو مضاعفاته شو اعراضه برافو. يعني برافو. هيك برافو هلا هون تركيزنا سؤالك بمكانه تمام حتى نرجع نركز البلوغ المتاخر حكينا كثير عليه هلا البلوغ المبكر الهرمونات اللي هي إما من المبيض إما من الخصيتين تبدأ تنفرز زيادة عن اللزوم بوقت أبكر فممكن يصير بلوغ مبكر نبدأ نحكي فيه بعمر مثلاً 3 سنين 4 سنين 5 سنين عم بيجينا بنت أو صبي بديت أشعاره تطلع بدي القضيب معه يتضخم بدي البزار يتضخم هذا البلوغ الباكر نرجع على تفكيرنا المنطقي اللي حكينا لح يتقاطع ما اللي حكينا إما الهرمونات النخامية زايدة عن اللزوم FSH الأش من فوق بيبدوا يبكروا بالإفراز من الغدة نبحث فوق بالطابق الفوقاني بالتصوير وبالتحليل ونبحث بالطابق التحتاني بطابق تبع الأعضاء التناسلية منشوف إنه المبايض بدي يشتغلوا عبكير الغدة الكظرية بدي تشتغل عبكير أورام غالباً بتكون بهالمنطقة تبدأ تفرز هرمونات على بكير بتخلي البلوغ اللي بدل ما يبدأ بعمر 11 و12 و13 يبلش عبكير كمان هدول أساميهم وأشكالهم بس هدول بيصيروا الفضول عند الأهل وبيجوا لعنا مزعورين يعني البلوغ المبكر كمان 80% منه ما هو مرضي ما هو مرضي يعني بعمر 8 9 10 ممكن نشوف الثديين كبروا شوي الام تتاخذ تمام تيجي عند الطبيب الطبيب بيفحص في شيء اشعار مرافقه منطقه تناسليه في اشعار كسمه بديت تاخذ انوثه ولا لساعتها طفله غالبا بيكونوا الثديين بس كبروا لحالهم بنسميها بيبرش في الغده الكظريه بتقلع بالعمل قبل الغده المبيض فبتعمل شوية أزداء أو بتعمل شعرتين وبتوقف فإذا هذا مطمئن طبعاً الطبيب حذر 100% بيفحص 100% بيشوف تطور بيشوف بعد شهر شو عم بيصير بعد شهرين شو عم بيصير مو بيستسلم لـ 80% إنه هذا الأمر رح يكون طبيعي ورح يوقف
ندخل بتحاليل، هن التحاليل يعني محصورين وكم تحليل وكم مرض محددين. التوجه لنا إما بمنطقة الدماغ إما بمناطق التناسلية. تمام. إيه يا شكلها. طب دكتور أنا حابة أسألك باختصار، نحن حكينا عن أنواع البلوغ كلياته سواء طبيعي مبكر متأخر، بدي أحكي عن آلية العلاج، هل هي حصرا هرمونية ولا أحيانا ممكن نعمل تدخلات جراحية؟ تمام. هلأ الآليات الهرمونية أكيدة وعلاج هرموني أكيد، وطبعا خلال هالخمسين سنة الأخيرة تطور علم مكافحة الارتفاع FSH والLH، في صار عنا أدوية بتصبطهم يعني هالفصائل، هاي أدوية صارت تقدر تأخر لنا البلوغ. طبعا. يعني ولو البلوغ هو باكر بس طبيعي أو باكر ومرضي وما لنا محددين وين السبب، فينا نبدأ بهدول العلاجات اللي بتصبط هرمون FSH-LH إن كان عن الذكر ولا عن الأنثى. طبعا هالمواد مكلفة وبتتاخذ مثلا عند الأنثى فردون مرة بالشهر، بتأخر البلوغ لبين ما نستكشف مع الزمن شو عم بيصير شو الآلية، لأنه الولد عم بيكبر عمره 8 صح يصير عمره 9 نضل نتابعه، مو شفناه مرة وانتهى قلنا له إن شاء الله ما في شيء، نتابعه كل هالفترة كيف عم يتم هالتطور ونعير الدواء اللي عم نعطيه. دكتور شكرا كثير عن جد، ما بنشبع منك ومن معلوماتك الحلوة على كل شيء قدمت لنا اياه اليوم بهالفقرة. ميرسي لكم، شكرا لوجودك معنا. وهلا ختاما ما صفي غير نذكركم بأهمية اتباع أساليب الوقاية من كورونا، يعني صار موضوع الكمامة والتعقيم بظن انه شيء أساسي بحياتنا كرمالكم وكرمال يلي بتحبوهم، وخاصة انه هلا بلش فصل الربيع رح تبلش الحساسية، مع هيك أي عارض صحي بسيط اعتبروه كورونا، خلونا نتوقع الأسوأ معلش وبعدين نطمن بعدها أحسن مما لا سمح الله نفوت بهيك موضوع، ودائما ناخذ احترازاتنا. صحيح دكتورة فرح، وبالنهاية لازم نراجع الطبيب المختص لأنه هو الشيء المهم حتى يتم أو يقدر هو الوحيد يشخص لنا ويعالج لنا المرض بالطريقة الصحيحة. حلقتنا خلصت اليوم، ضلوا بخير يا رب.